السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو مختص عن التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي في مواجهة المنتخب الكونغو الديمقراطي في المباراة الفاصلة. سوف نرى التشكيلة المتوقعة وخطة لعب المدرب البوسني وحيد خالوجيت في المباراة الفاصلة والأهم للمنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطي. لندخل على بركة الله في التفاصيل أكثر والتعرف على التشكيلة المتوقعة، فلا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لكل جديد، ونبدأ على بركة الله في تشكيلة المنتخب المغربي المتوقعة. بالنسبة للتشكيلة فهي كالآتي: لدينا خطة لعب هي 3-4-3 كتغيير في الخطة، وهذا متوقع نظرا للأسماء الذي تم منادة عليهم في القائمة. في خط الدفاع لدينا الثلاثي: اللاعب جوز اليميق، لاعب يلعب مع بلد الوليد في الدرجة الثانية الإسبانية، غانم سيس لاعب ولفرهامبتون، ونيف أكلاد لاعب رين. في وسط ميدانية أشرف حكيمي كظهير أيمن يأتي أشرف حكيمي، وكظهير أيسر يأتي اللاعب آدم سينا. في وسط ميدانية لدينا لاعبين ارتكاز: اللاعب سليم أمن اللح واللاعب عمران اللوزا. وفي خط المقدم الهجوم يأتي اللاعب سوفيان بوفال وأيوب الكعبي وريان مايو. كما قلت هناك تغيير في الخطة، متوقع هذا الشيء من المدرب البوسني وحيد خالوجيت. لدينا في الحالة الهجومية تكون التشكيلة على الآتي: تكون ب 3-4-3، وفي الحالة الدفاعية تكون التشكيلة ب 5-3-2. في الحالة الهجومية 3-4-3، وفي الحالة الدفاعية 5-3-2. طبعا هذه هي التشكيلة المتوقعة للبوسني وحيد خالوجيت. لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لكل جديد، وما رأيك في التشكيلة كمشجع للمنتخب المغربي؟ وإلى اللقاء.